مرحبا بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على جديد الساحة الرياضية الوطنية والظرفية الراهنة عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية الحالية. تساؤلات كثيرة داخل الأوساط الرياضية الوطنية عن مصير المنتخب الوطني حاليا حين يتعلق الأمر بالجهاز الفني وحين يتعلق الأمر حتى بالتشكيل الحالي للمنتخب الوطني. العنوان الأبرز لقادم محطات كرة القدم الموريتانية ما زال تائها إلى يومنا هذا. نستضيف لكم مدرب منتخب الشباب الطالب والمرابط، هذا المدرب الذي سبق له أن درب نادي تججة والسنوات أيضا طويلة في عالم كرة القدم الوطنية من بوابة بطولة الدوري الوطني. يعرف كرة القدم الموريتانية حق المعرفة وكذلك عقلية اللاعب الموريتاني نظرا إلى أنه خرج عديد الأسماء التي تنشط الآن في معظم أندية بطولة الدوري الوطني وأيضا أسماء أخرى مقسمة بين المنتخبات الوطنية. مرحبا بك. مرحبا بكم سهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك المرابط. المرابط طبعا الشارع الرياضي الآن يدور حد يتكلم له خاصة من الناس اللي متخصصين في المجال كيف تكون انتوما. من قبل كان هنالك مدرب، قبل ذلك أيضا استضافنا مدرب. دائما نحرص على استضافة المدربين لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة لكرة القدم الموريتانية. دور نظرة منك أنت تحديدا للمنتخب الوطني حاليا، تقييم منك أنت للمنتخب الوطني حاليا والمنتخب الوطني في بطولة الأفريقية الماضية، ظرف وجيز الشهرين ثلاثة للمنتخب الوطني، قيم لي الظرفية من زاوية كمدرب. طبيعي شوف، المنتخب الوطني حاليا قد نقول أنه مرحلة انتقالية. كان هون مدرب هو بين 7 سنين و8 سنين عدل فيه مع عمل جاء واحد آخر ظرفية وجيزة حتى وجايين بطولتين كبار، بطولة العرب بطولة كأس العرب وكان عقبتها طبيعي طبيعي وكان متوقع حتى أن لا يعود بإخفاءات أكثر من الإنجازات بهماش به اللي الفترة السنية هذا عيد تراكمات 8 سنين من الشغلة ما قدرين نوقفوا فيهم فريق. طبيعي انك لين تاخذ من فتره ذنبيتها بطولها ما قديت توقف فريق، ما تقدر توقف فريق فتره وجيزه كيف هذه. وهذه برك خطاها من تعدال منتخب كان عندنا كورنتان 8 سنوات. نحن قاعدين نقول عن كورنتان ما خلانا شيء نوقفوا عليه. شوف لك ما يجد يقيموا موحد داخل الفريق. أنا شخصياً ماني متواجد يومياً مع الفريق الوطني. كنت نقول لك إن الخطأ من مارتينز والله من حد آخر، والله من لاعبين من رؤوسهم، والله من البرمجة، والله مهم إنك واقع. إذا واقع نحن اليوم من الشارع من رأس متوافقين عليه، اتحادية من رأسها محترفة به، إن خضنا على إخفاءات متان. أن ما دام ما عندنا ما جبرنا لي زكي ذوكما ذوك 7 سنين ما جبرنا ذوا بعد فرصة لين عبدنا التقير ثم اللي ما تقد تخاطر بالفريق الوطني لين نغير المدرب ذيك الفترة ذي هي أكيد الناس كاملة تقر أنت تنتظر جديد تنتظر جديد عاد فرصة عليك من ردت فعل ما الله قال الحقن الأمم الكروية الكبار لين يستمر حتى المدرب يزيد على قدو يلحق فترة تجبر نص الشارع اللي نعود منتخب الوطني يلعب. مثلا نعطيك مثال إسبانيا زمن كليمنتي وزمن كليمنتي بالأخص عاد 3 أجزاء من إسبانيا اللي نعود إسبانيا تلعب فريق الوطني يلعب يعود ضده كان مباشرة بياش بيلي درجة ذو ماتل حامل ماتل صابر لوشي عادي عاقب الفريق الوطني عاقب الاتحادية بتشجيع الخصم ياك يريحنا من هذا. وانا ظاهر لي ذيك المرحله احنا ما تخلنا قبال فيها غير سند جبين عليها وعاد لا بد من التقيير شنو هو. ومشكله ان التقيير كما اعترفت به الاتحاديه انه التقيير اللي عاد لا بد منه ان البديل اللي كان مضمون والله كان مطموع له انه يعود انجازات والله ثباته ذيك فتره الانتقاليه إنه ما قد يحصل عليه وعاد فرصة إقرار كرة القدم. ميزاتها هي إنك ما تقدر توقف أبداً، ما ينقبض منها الراحة. هم جرنيهات فيفا وفرصة عليك تشارك فيهم كاملين ولا ترجع للتذيل كيف ما كان خلقنا ذيك الساعة. إنك
أي تنازل عن أي جورني فيفا والله أي مشاركة يسويشن هي يردك ذوك السنين اللي ذاك نحن معتين مستعدين مع حلين الشعب الموريتاني ولا الشارع الموريتاني يعني مستعد لذيك الرواية ذا هي هو اللي قلت لك إنها فترة انتقالية يعطون نظموها إنها سوق ندفعوا ثمنها. طيب ما دامت فترة انتقالية طبعا في نظرك أنت وفترة انتقالية ندفعوا ثمنها كان الأحرى على الأقل الخروج من 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 عباءة كورنتان هذه السنوات السبع الماضية لهين غيروا لهين عدلوا شيء جديد لهين بنوا منتخب جديد ما نقينا وقعنا في نفس الخطأ تعاقد مع مدرب مغمور من ناحية أنك طبعا كمدرب وتراعي في المدربين نحن كمتابعين خرصوا في نظرنا نحن كصحافة وفي نظر المتابعين عند المدرب مهما كان مدرب مغمور ما عنده تاريخ معناه أنه ما كحزن بالمنك شوف لا تنسى أن مارتينز زمن مجيته هو من راسه ما كان مدرب مغمور ما كان قاعد مدرب ما كان نحن اللي عندنا منتخب ما كان عندنا منتخب ذيك الفترة كيفاش ما كان كنا تعاب كان عندنا باتريس نيفا ومسير كان نطب في المرحلة أحسن على كل هالي خلينا ننساو هذا طريق الاحتراف اللي دخلنا فيه ذاك سببه باتريس نيفا هو اللي طرح الأساس على كل حال بالرؤية الاتحادية مع يقعد لعب ده كان أهم ثبات عقلية احترافية في أصل من الأمور وهذا كامل رغم شخصية باتريس نيفا هو اللي سنته هو اللي سنته هو اللي طرح هو اللي طرح له حجر الأساسي مع الرؤية الاتحادية الجديدة عصولها قال باتريس نيفا طرح الحجر الأساسي ومشينا عشر سنوات نشتغل على ذلك الأساس إن عشر سنوات نشتغل على أساس باتريس نيفا لا ما نقدر نقوله لا هو تغيير خلق ما دام جو عقب باتريس نيفا سنتين ونص جو كورنتا مارتينز ونعطاله الثبات ونعطاله الوقت ياكي يأسس فريق حسب رأيي أنا الشخصي هذا هو الإخفاق الحقيقي اللي أنت لين تنقبل تعطالك ثمان سنين ولا سبع سنين من استمرارية في الشغلة طبيعي إن النهائي يعود فهم رؤية يعود فهم ماذا قالوا إيدنتيتي دجو لوكو يعود واضح للناس كامل ما هي اللمسة إيدنتيتي دجو أكبر من اللمسة يعودوكو بعض فهم لوكو الناس كاملة توافق عليها إن هذا الرجل هو يميل لهذه الطريقة ذهية ولا ذي الأخرى يخرج عود واضح وفهم تطور وفهم تطور ما نعرف كانوا منه هو اللي بكل هذا يقدر يتقيم ولا بدك تعرف أهدافه هو راس ولا تقول كنت داخل محيطه هو يقدر تفهم أي مدرب ما تقدر تقوم أنت ما تعرف أهدافه المدى القريب والمدى الطويل اللي أنت تعرف الأهداف اللي كان طارح للراجل هو ذاك وقت تقدر تقيمه جيد هذا جيد لننتهي من كورنتان في نظرك إيش يحتاج المنتخب المنتخب في نظرك أنت كمدرب تابعت مبارياته ثلاثة في بطولة أفريقية تابعته بطولة كأس العرب الأخير أنت كمدرب تخرص للمنتخب تقول إنه شخصه نظرتك أنت له كمدرب تقول إنه شخصه شوف خلك رواية كما قلت لك بيلا فرصة نتوافق عليها إن نحن ما نافسنا مشكلة أساسية عبارة لو قلت للناس حق الشارع اللي منفقع فاقعوا إنه شوف في بطولة كأس العرب قد نقول إن المباراتين التاليين عندنا شيء شابه للتنافس مع إن ما عندنا شخصية ولا عندنا هوية فريق الهوية والشخصية ما كانت خالقة ما كانت موجودة يقهر نفسنا إلى حد ما دليل عليها عندنا إن ماتشنا مباراتنا ضد الإمارات كنا آخر لو كان عندنا فريق ذابت على كراهية اللي هي أي بطولة يسوى شنية ما تقدر تقيسها ما جهزت على أقل سنة البطولات الكبار كأس العالم وكأس إفريقيا من الطبيعي اللي تخرص الجزائر اللي تخرص الأمم اليوم اللي هيئة كاملة حتى بها المغمورة اللي جزء القمر غامبيا ما يقدر يقارنوا بليش سمعت ياسم الشاعر يقول شوفوا هذا مرتهم لو يتأهلوا شو من اللي حكمه كيف نحن يشتغلوا ما كيف نحن خليك ما كيف نحن لهم سنتين وثلاث سنين إن يشتغلوا على نفس المجموعة لكن بيها عندهم نضج جماعي لكن احنا ما هو عندنا وهذا هو الأسف الكبير لأننا ما ريناه في ذي الفترة الزمنية لو كنا ريناه لو كنا تحولنا الظروف الاستمرارية والله عاون الطاقم اللي كان ذمه الناس ما هي مجانين ما هي تشوف طاقم لو كو يشتغل شغلة صالحة وماشي بين طريق صالح قالوا هاي جاي دعناك مولانا ولا تنسى ينسى الشارع الكروي انه هو أول سبب اللي ضغط زمن مارتينيز التالي زاد على قدو حتى فرصة الاتحادية تقبل القرار لأنه اللي سمعت اليوم ياسم قلت لك إن بعض الشارع يقول لك أنا قبل ما نصوع مارتينيز
توافق على الرواية توم هو الأساس. ضغط الشارع هو اللي واس مارتينز أساسا، يعني يقول لك أنه عنده نسبة كبيرة في قاعدة مارتينز. ونحن قسنا البطولة ما عندنا فريق واقف يجي يقدر ينافس، ولا مجان سمو اللي ما يقدر ينافس باللي ما عنده، ما عنده الهوية الواضحة، هوية الفريق اللي لو عنده ذبات، عنده الناس كاملة متوافقة على إنه عنده طريق، عنده طريقة لعب، عنده شخص، عنده شخصي شخصية إذا نحن رأيناه. الأول مسنا ما قدين الناس ما نلقى على مثلاً مباراة تونس اللي كانت قد تعود كارثية، كانت قد كل مقاييس كانت قد وماتش وماتش مالي وماتش ماتش جامبي يفكره الوقت أحسن من المباريات كاملة سبحان الله. قد لا الصدفة، لا الصدفة بلي أنا سمعت واحدين يقول لك ما نلقى على يدخلوا في الأمور الفنية يقول لك الراجل افتح النزل حتى معك ما كانت تفتح النهار الأول ترجع المباراة خط دفاع وافتح النزل معناها عندك مهاجمين قاربية الوقت في منطقة الخصم. نحن مهاجمنا ولا مهاجمين قدامي قاربية الوقت في منطقة نحن تمام معناها نفتحنا مباشرة. حتى كامل قال لك العكس معناها أنه ما طرح باله ذوك التفاصيل إذا هو شيء. طيب هيا إذن منتخب لابد له من تغيير أكيد نحن سنتين فيه فهم سعد بعض ماشي ماشي تغييرك ماشي قطار التغيير. ونهار اللي قال الطاقم اني اللي له 7 سنين فهم ودعناكم مولانا جزاكم الله خيرا العمل اللي عدلته يقهر لحقنا درجه عدل عبد الله من التغيير. سيد فهم نقطه اخرى مهمه دائما نبقى نسول عنها ودائما نسول عنها المدربين المحليين، دائما نسمع بالوساطه الرياضيه ما هو المدرب المحلي قد يقود المنتخب الوطني. هذه الجمله تكرر علي مسامعي، ما هو المدرب المحلي عنده شهاده تخول له عنه يدرب المنتخب الوطني. حمود مارتينز جيتو موريتان ما كان عنده اي شيء، ما كان عنده شيء سوى كان عنده شهاده يسوى شيء، جابهم شهاده غير عنده رؤيه وحاولوا يجسدها. المدربين الوطني نفس الشيء فيها اللي بشهاداته وخالقين عنده اصبع اللي يدور 4 ولا 5 عندهم شهادات تسمح لهم. عندك شهاده؟ انا عندي عندي اكاف هي أكبر شهادة أكبر شهادة اليوم في إفريقيا، أكبر شهادة في كرة القدم بصفة عامة برو اللي هي أبرو أبرو وأبرو ما قد عدلت لها أي دورة تكوينية في إفريقيا تحديدا إفريقيا كاملة خالقين مدربين موجودة في أوروبا موجودة في القارات آسيا موجودة في آسيا موجودة إفريقيا ما قد كونت فيها. لاخت المغرب اللي له 6 سنين تعدل دورة تجريبية وعقبت ما أمولوجات لهم ما وصلت ما وصلت موقفت ليش الله أعلم. قال اليوم في فريق قارة إفريقيا كاملة ما قد تعدلت على أراضي إفريقيا ما قد تعدلت أي دورة تجريبية برو. لنفترض عند رؤيتك المدرب المحلي مدرب موريتان فيها مدرب محلي قادر على قيادة المنتخب الوطني قد وساها صنيدري ما قدر فترات لا نتكلم عن الحقبة، نتكلم عن الحقبة لما نشاهد فيها طيل السنوات العشر الماضية ما قد شاهدنا مدرب محلي يقود المنتخب الوطني. إذا مناش ضعف شخصية من المدربين، ضعف شخصية ميدان المدربين، مشكل شنو؟ رواية بسيطة حدا. أولاً سنتين دورات تكوينية اللي قال له كاف اللي له قريب من 8 سنين ولا 9 سنين موقف بتاتاً الدورات التكوينية انطرسوا ما له 6 شهر ولا 7 شهر انطرسوا الدورات التكوينية وبدوا يشاركوا فيه على اساس شي قالوا لا كونفنسيون موقع بين اتحاديات معروفه والكاف. مثلا اليوم السنغال اللي زرنا ما تقد ما مسموح له باللي ما توقعت على الاتفاقيه بين هي والكاف اللي فهم دفتر شروط ولا بده تلتزم به. مثلا انا تحت الفرصه اللي عدتها في تونس باللي تونس وقعت الاتفاقيه مع الكاف. مصر تقدر تعدل فيها، المغرب تقدر تعدل فيها، غير دول الاخرين ما هاتوا كاملين وقعوا. نقطة أخرى مهمة عندنا، كنا نتهموا كورنتان مارتينز على أنه ما خلانا ما صنعنا لاعبين. أنت كمسؤول عن منتخب الشباب، موجود عندك ذاك لاعبين يقدروا يلعبوا المنتخب الأول؟ والله تشتغل على نزلت على أكيد باللي رواية خطيرة، إذا يقعد أي مدرب يقول أنه موريتان ما فيها لاعبين. موريتان فيه المواهب إيه ذا تكمل مدرب شفت مواهب هون حقيقية محرمين إيه ما يوفى يقير عندهم نقصان
يعني النقصان هو يعني بلمسة المدرب. أنت يعني مدرب مميز لا يجي لا يشوف ذا اللاعب إذا هو عنده نقصان ولا تنتي تشتغل عليه تشتغل عليه. ليش بهلي نحن في موريتانيا عندنا ينقلوا فراغ تكوين سنة فيات سنة الصغير، ما عندنا أكاديميات، ما عندنا ما عندنا مدارس. إذا اللاعب يجيك دولي عنده أخطاء ما تشوفه في تركة النصارى عنده 12 سنة بيش اللي يشتغلوا عليهم. مثلا نعطيك مثال فني بسيط، قريبة المرات تشوف لاعب يخسر الكرة ما هو من ترويض، ما هو من سوء ترويضه، هو من عدم سيطرته على جسمه هو من رأسه ما يوجه جسمه سابق يستلم الكرة. ذبيهاش به اللي ما وقرأ له في السن الصغير، وطبع لأنه هو بمهاراته هو شخصية معرفته كبير به يوصل لك تشوف يوصل للمنتخب الأول وبنفسك الرواية. شوف مثلا نحن ياسر من اللاعبين مثلا نعطيك المشوشور الخارجي عدو اللي قالوا تستهتس اللاعبين يمشوا بهم وكلا لاعبين ومديرين الفنيين يقرصوهم المدربين. ليش به المدرب يحاسب كل أسبوع على كل مباراة اللي يجيب له لاعب يشوف عنده مشكلة في قالوا كورديناسيون مثلا ولا الطبيعي قلنا قبو بلي ما هو جاهز والوقت اللي نستثمر فيه ما هو لي رب السوق شو بيعني دائما نشوفوا لاعبين يمشوا يرجعوا ظهر كله سبب هذا هو بيهاش بلي عنده نواقص ما يلطهم يعودوا في ذي الفترة الزمنية ذهية للسن معينة ذي الفترة الزمنية للفترة الزمنية لاعب مختلف عنده 21 سنة 22 سنة مثلا بيلسا يقول اللاعب فترة تكوينه 10 سنين 1000 ساعة من التدريب 1000 ساعة من التدريب سنويا ياكي قد لا أي لاعب يسوي شنو يلحق شمول في الاحترافية والله يعود قابل أنه يعود محترف من الطبيعي والله من العادة أنه يأخذ على ذلك 10,000 ساعة. شوف احنا جوالاتنا ما خاضوا على 1000 وعدة مالك دوري نفسه لاعبين دول بي قلت لك غالبا تشوف لاعبين عندنا احنا الناس الاخرى تستغرب لهم سبحان الله يقعدوا دوليين دي يقير صعيب عليك تشوف مثلا في كوت ديفوار في مصر في تونس في المغرب لاعب يستغرب له انه يعود في الفريق الوطني ليش بلي الابجديات عنده دوره تكوين هي مشكلتنا احنا دائما مع الفئات السنيه اللاعبين عندنا لاعبين المنتخب الاول كبروا لين وصلوا المنتخب الاول على نفس العقليه نفس لعب الشوارع اللي عندهم واللي ما زال عندهم المنتخب الاول احنا نلقبوا بجديات كره القدم هم في الصغر خلي ولقبوه باحترافيه ولقبوه باحترافيه ثم يذوحوا هون وتو يا غير ما يطلعوا منصفين مع اللاعبين وهي المشكله الاساسيه ان احنا لاعبينا سابق خرجت الرئيس ليتو هذه اول مره نشوف شخص يسوى من هو يوقف في خط الطاولة يدافع عن لاعبين الوطنيين اللي أنا قد سمعت مدرب وطني هي مدرب ما هو وطني من الفريق الوطني قال لاعبين من درجة الخامسة في فرنسا إنه مشبه من لاعبيننا هذا تصريح الكورنتان أعتقد قلت له أنا ما سمعته أعتقد على الكورنتان المهم إنه كارثة بسم حالة تقول لاعبين غير محترفين هوات يدربوا 3 مرات للأسبوع هو شبه من لاعبين يلعبوا هنا يدربوا اسبوعيا ويلعبوا بطوله سنويا يعودوا لك شبه ما معطي المعنى اولا ثانيا ملي نفس الشيء ان مدرب يقول ان هذو اللاعبين اذا هم لحقونا درجه ما تلاقوا بده يعطونا اكثر منهم هذه اهانه اللاعب اهانه اللاعبين لاعب لك التلميذ المشكله ما هي في اللاعب المشكله في الاستاذ لين عود الاستاذ نحن عندنا لاعبين عندنا مواهب مولي قد نقول علنها صالحة لنا يستثمر بها غير مشكلتنا الفنية ما عندنا مدربين قادرين على يخرجونا من هذه المرحلة اللي فيه حاليا على المستوى المحلي والله مولي زاد نتعاقد مع مدرب من طينة الكبار تشوف راسك في تشوف موريتان في ذي النقاط شوي مذي وشوي مذيك شوية يعني عدلون زريقة شوف هون مدربين إن شاء الله عندهم قدرات يقرر ينقصهم تكوين ينقصهم التكوين دور سعي في التحدي لها دورات تكوينية أنت لين تشوف الدول المجاورة كلها عدل قريب من سنة عدل قريب من سنوية 200 دورة تكوينية نحن قالبية واجعة الناس يقرر هو أمة تراكمها
انت كمدرب فرص عليك تعود قادر على تعيش راسك اولا وتستثمر تصبر على تكوينك لين تلحق المرحله. غير اياك انت تصبر هناك عندك اكتفاء ذاتي. يواجه ما هو كثيره المدربين اللي يبقوا يلحقوا ديك الدرجه هذيك عندهم الاكتفاء الذاتي عاد مرقوم عليهم انهم يتقابلوا اي عروض ويتموا ماشيين في نفس الوقت مبين مع تتاح لهم فرص يقدروا يتكونوا. نقطه اخرى مهمه لنفترض ان يوم من الايام تمولين قالنا طالب المرابط مدرب المنتخب الوطني اللي تركز على اللاعب المحلي والله المحترف. شوف السؤال جاوبني عليه الوقت ضيق. نحن درك فريق الوطني تحت 20 سنه عندنا رؤيتنا واضحه لنا انك اللاعبين الوحيدين اللي تتحكم فيهم عندك فتره زمنيه طوال الزمن هم اللاعبين المحليين. يلين تقبضهم كل شهر تخصص لهم اثنتين. احنا قعدنا مع العصبه قعدنا معهم اتفاقيه انها تحاول انها برمجه الدوري انه ما يعود وسط الاسبوع ياكاش على الاقل 15 يوم ياكاش تقدم كل اسبوع تعيط اللاعبين المحليين اللي تعيط لهم من الزويرات من عبد البقر ومن كيهيدي من قراك ومن جاك يجوك فقل من 6 سوايع عندك هون تشتغل عليهم 3 ايام من الاسبوع ودعناكم الاسبوع الجاي يرجعوا 3 ايام من الاسبوع وهذا مستمر. هذا روتين ثابت ياكاش ياك تتغلب على ذاك الفراغ الاكاديمي اللي عندهم من هون نص يلين تعود انت كل اسبوع تقعد تعيط اللاعبين ويعودوا تحت سيطرتك مده 3 ايام 6 اشهر ولا 4 اشهر اللاعبين ذو ما قدوا يتطوروا ولا قدوا يتقلبوا على ذوك الفراغ اللي تاكلوا عنده. يعني المشكله فيك انت شخصيا ما هي في اللاعبين. واضح مشكلتنا مشكله فنيه. كلمه اخيره تقول للشارع الرياضي الموريتاني الشارع غضبان الشارع ما هو متمونه الشارع متاثر من الخروج بالبطوله كان معول عليها حتى كان مكبر فيه الكرش بكلام البيضان وخيب المنتخب وانه كلمة منك للشارع الرياضي الموريتاني. الشارع كيف ما قلت لك الشارع الرياضي يفرص عليه يفهم انه هو السبب اول انه في هذا طموحه ورغبته في انه يأخذ من ذلك المرحلة التراكمية هي اللي ادتنا بذي الرواية ذهية ان الحمد لله الشارع ذا هو اهم انجاز حقيقي. نحن عندنا شارع عنده ضغط وعنده السلطة وحاس به ويستخدمها انه لين يشوف رواية ما يسينا عنده والله ما يراضيته يقولها ذاك الوقت ولا يقولها مره ولا يقولها مرتين يقولها مره يقول الاعداد اللي كافيه الين يحصل على التغيير. هذا هو الانجاز الحقيقي في كره القدم. اليوم موريتانيا ما كان قلق على الساعة الناس ما كان قدر هذا الشيء كامل كل قاعد في صالونه يقضي له عالي يشوف الكيب نصير ينقلب يقول لك قطوا قط خلقت لهم جملك الحمد لله مثل اخر قريه تصميم فهم مولي ان الاسس انطرحوا ان التغيير ما اطار التغيير ماشي يحتاج اصبر لا بد من الصبر. نحن ذا الواحدين في ضركه المغرب هذه اللي في زرها انت السنغال هذه الدول اللي خطنا وهذا نظموا كاس افريقيا عام 92 92 شوف المسافه بعيد بيننا صبروا لي لا رغم ما عندهم اي انجاز لا كيف ما عندهم اي انجاز شنو يقعدوا عندهم لعبوا النهائيات يا اخي الانجاز الحقيقي ما هو عندهم. يعني نحن مولينا نفهمون ذي طريق طويله نقدر نفهم ونخرج ياسم من الشعب ما هو بالله ما مهم ما عنده ويقول لك وانا قاعد اقارن هذاك يقول لك المصاريف اللي ينزل في الفريق الوطني ما هو راد سوق بال حتى موريتانيا اليوم عاد وصل حتى الدوله مشدوده اخبارها وغالبيه الوقت سفير اهم سفير عند موريتانيا كره القدم هو البطاقه التعريفيه بدها لا ما قدر نكره صحيح. شكرا طبعا شكرا لك على قبول الدعوه مدرب منتخب الشباب الطالب والمرابط. نتمنى لك التوفيق في قادم محطاتك مع منتخب الشباب ونشاهد لاعبين قادمين من منتخب الشباب للمنتخب الاول ان شاء الله. هذا راودين في رقبتك وعد ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام لا تبقى لي الا ان اودعكم هذه تحياتي حمود عمر في امان الله.